أيقوني الآن خلت الساحة لي. لا أفهمك تشيتشو. أفضل أمي، لأنك إن فهمتني. اسمع، حذري إزعاج ميتشي. دع هذه المسكينة وشأنها، يكفيها ما لاقت من مشاكل ومن أذى عندما شهرنا بها وأخطأنا. ماريا مرسيدس مدينة لي بحساب كبير أمي، بيني وبينها حساب قديم عالق، وأحسب الوقت قد حان لتصفيته. جلست هناك تصلين لراحة نفس الفقيد الغالي ها؟ أرجوك لا تسخر من الموت رودولفو. وكم الساعة؟ أجل، الوقت متأخر. بعد المأتم رافقتهم إلى منزلهم، كانوا بحاجة إلى من يعزيهم. ويبقى ابنك وحيدا لتعزي أناسا أغراب؟ سامحني رودولفو، مجرد عمل خير. سئمت أعمالك الخيرية، تذكري أن الخير يبدأ في بيتك. لكن لم أهمل واجباتي المنزلية. وقد تبدأين بإهمالها، وعندها نضطر للطلاق. لا أسمح بأن تخاطبني بهذه الطريقة. تستحقين لوصولك متأخرة. لست عبدة عندك. تذكري أن لي مبادئ، فالزوجة لبيتها وأولادها وزوجها. لا أحب التحرر وتعرفين. ليس من حقك أن تتذمر، وقلما أهتم بالخروج والابتعاد عن ابني وعن واجباتي المنزلية، فما حصل مختلف. لا شيء أهم من الواجبات المنزلية، لا شيء أبدا. ميتشي، يجب أن تنقلي أختك وصديقتك من هذا المكان. إلى أين؟ لا أعرف، فتشي. دونافيلو تقول في وسعها إعادتهما إلى حينا القديم، أليس جيدا؟ هل هذا رأيك؟ أنا مثلا أفضل مكانا أوسع وأكثر راحة. اسمع، بما أننا سنغادر المنزل إلى الأبد، فلما لا نأتي بروزاريو وكاندي للعيش معنا؟ حبيبتي، أفضل الاستقلالية. صحيح، معك حق، فليس أشقى من روزاريو. أما كاندي فلا مشكلة معها، لأنها تتصرف كملك. أظنني سأقبل بعرض جارتنا دونافيلو. لربما أمكنك استئجار شقة لهما قرب الحي، فيحظيان برعاية وعناية السيدة فيلو. فكرة سديدة، ففي الحي مبنى تشغر فيه الشقق أحيانا، سأتحقق منه، فإن وجدت فيه شقة فسوف أستأجرها فورا لأختي روزاريو ولكاندي وأخي أندرسيتو، فهو يغادر المدرسة في العطل فقط، ولميمو إن خرج من السجن. حتى الآن لم يحكموا عليه يا حبيبتي، لكن ربما من الأفضل بقاؤه في السجن بدل أن يعود إلى سابق عهده. السيدة منسية طيبة معه وستساعده. لا أستطيع تفسير تصرفها. ماذا؟ ما سر طيبتها معكم؟ رأيتها تبكي بصدق فوق جثمان أبيك. أي فرد من عائلته لا يتصرف مثل ما فعلت هي؟ لماذا؟ اسمعي ماريا مرسيدس، ألم تعرفي شيئا عن أمك؟ أبدا. نعم، كان يردد أبي بأنها تركت مكسيكو ولم تعد، ولم يرها حتى عندما تطلقا وانفصلا نهائيا. حبيبتي، أتظنين ذلك صحيحا؟ الواقع أعصابها لو عادت لحاولت إيجادنا، فمهما كانت أمي سيئة، فالأم عادة لا يمكن أن تنسى أولادها، أليس كذلك؟ صدقي، أتعتبرين أمك سيئة؟ أحيانا أقول نعم وأحيانا لا. في الحقيقة أن أبي جعل حياتها جحيما، ويقال إنه كان يغار عليها كثيرا لأنها كانت جميلة، ولما كان ثاملا باستمرار فإنه كان يضربها أحيانا. أجل أجل، هذا يبرر رحيلها وهجرها لكم. لا، لكن لما تسأل الآن إن كنت أعرفها؟ لا لا أدري، بدافع الحشرية.
حسنا، لنخلد النوم فكلنا متعب، أنت أكثر مني. تعال فأنا أحتاجك. صباح الخير كورديليو. صباح الخير سيدي. أريد خدمة من بيرينيس. بيرينيس خرجت، قل لي وأنا أبلغها حين تعود. آمل ألا تنسك المرة السابقة فلم توقظني رغم طلبي منك. السيدة مالفينا كلفتني بمهمة ولما عدت كنت قد صحوت. لا فائدة من الكذب كورديليو، عرفت ما جرى، متواطئ معها أمي، حليفها. سيدي هل أوضحت لي قصدك؟ لا لم يحن الوقت بعد كورديليو، لكنه آت. الآن أحملك الرسالة لبيرينيس. زوجتي نائمة ولا أريد إيقاظها لأي سبب. عندما تصحو فلتذهب وتنتظرني مع إخوتها هناك، أنا أمر لأقلها. هذا كل شيء سيدي. أجل كورديليو، ولا تنسى. أهلا، هل تسدي لي خدمة؟ طبعا، قد جئت من أجل السوار. لا، جئت أبيعك أشياء أخرى. حسنا، دائما في خدمتك. بقية المجموعة آمل أن تدفع لي أكثر من المرة السابقة. دعيني أرى. تبدو جيدة. إنها جيدة ومع السوار تشكل مجموعة. أجل، المجموعة الكاملة تساوي كثيرا. كم تدفع؟ أتسمحين بتفحص الحجارة؟ تفضل. المحامي بورتاليس هنا سيدتي. يمكنك الانصراف أدولفو، ومستقبلا اسألني إن كنت أرغب باستقباله. نعم سيدتي بالإذن. هل لي أنا أعرف ما وراءك الآن؟ طبعا، جئت أستوضح لماذا تتهمين بالجنون ماريا مرسيدس. لا أفهم ما تعني. أحسبك تفهمين. تقع هنا أمور غريبة جدا، صحيح؟ في الواقع نعم، لكني أستغرب كيف عرفت الأمر. لم يكن صعبا، وأعرف أنك تريدين اتهام ماريا مرسيدس بما يحصل. جئت أحذرك مالفينا، إن اتهامك بالجنون لماريا مرسيدس لا يحرمها من الميراث. يا إلهي، نمت كثيرا. من؟ أنا سيدة ميتشي. تفضلي برينيس. صباح الخير، كيف أنت سيدة ماري مرسيدس؟ يمكنك أن تتخيلي، فأنا حزينة جدا، فأبي رحل ولن أراه أبدا. متعبة لدرجة أنني نمت كثيرا ولم أشعر. انظر الساعة، إنها الآن العاشرة ولم ألحظ متى غادر أخو خلويس. من المفيد أنك ارتحتي، كنت بحاجة للراحة. انظري ما أحضرت لك، القهوة لتشعري بالنشاط. كيف أشكرك عزيزتي. أتعلمين برينيس، لا أدري كيف أكافئك لمشاركتي بمصابي. لا داعي لأن تشكريني أبدا سيدتي، فأنا أحبك. هنا لا أحد يحبني إلا أنت وزوجي. إنهم لا يحبونك كثيرا سيدتي. أعرف لو قليلا، بل يكرهونني. سيدة ميتشي، بما أن أمورك اصطلحت مع زوجك، ارحلي، تذرعي بأخوتك وبأنهم باتوا وحيدين. وخورخي لويس من رأيك يريدنا أن نرحل إلى الأبد. آمل أن يلتزم سيدتي. إن رفض اذهبي أنت، اذهبي بأسرع ما يمكن. اسمعي، إن بقيت هنا ماذا برينيس؟ هيا تكلمي، ماذا لو بقيت؟ أنا السبب،
أنا السبب في موت أبي. أرجوك ميمو. وأنت كنت في المأتم؟ أجل. لم أتمكن من الحضور، لكن رأيته قبل موته، تعزت بهذا. ليس لي خيار، لا أعرف ماذا سيحل بإخوتي، لأن ميتشي متزوجة. وما الفرق؟ ميتشي ستهتم بهم وأنا سأساعدها، وأساعدك أنت أيضا لتأتي العقوبة مخففة. ميمو، أتيت أسلم عليك وأخبرك أنني سأطلب من المحامي مولينا أن يبذل جهدا لإطلاق سراحك. إن قالت ماريا مرسيدس بأني أتهمها بالجنون كاذبة، ومن أخبرك أيضا كاذب هو. أنا لا أنوي القيام بما يؤذيها، وما دمت أنت إلى جانبها لن أتمكن من التغلب عليها. لهذا أرسلت إلي رسالة مجهولة. رسالة مجهولة؟ أتسمح توماس؟ نعم سيدي. ألم تكتب هذا؟ لم أكتب شيئا، لا أعرف هذا. حسنا، إنها رسالة تهددني بالموت إن استمريت أتدخل بينك وبين ماريا مرسيدس. ولماذا أكون أنا من كتبها؟ أنا لا أعداء لي مالفينا. أنت مخطئ أستاذ، لست أنا، لكن ربما كان المرسل هو من يرتكب الحماقات الغريبة في هذا المنزل. ماريا مرسيدس؟ من يدري، لا يمكنني إثباته أو إنكاره. حسنا مالفينا، أنا أنذرتك لن يؤذي أحد ماريا مرسيدس ما دام بإمكاني ردعه. هيا توماس. لن تحقق ذلك يا حضرة الأستاذ، حفرت قبرك بيدك. ولماذا تتكلمين؟ مؤخرا كنت غامضة ولاحظت أنك تريدين إخباري شيئا ولا تجرئين، فلما هذا التكتم؟ حسنا، إن أنت بقيت هنا ستتعرضين للسوء، فالسيدة مالفينا لن تحبك أبدا وقد تحاول أذيتك. لا برنيس، خورخي لويس لن يسمح لها. حسنا، وإن استغلت غيابه؟ معك حق، لكن أؤكد بأن ذلك مستحيل. زوجي يؤكد لي بدوره تصميمه على مغادرة هذا المنزل نهائيا. حصلت على المال. شكرا سيدتي. شكرا. بل شكرا لك لأنك حصلت على الإذن. آسف، الإذن كان لوقت قصير، تعرفين الأمور. المهم أن أباه تمكن من رؤيته قبل وفاته، والابن فكان ذلك يقظة ضمير له. آمل سيدتي. حسنا أستاذ، بعد مراجعة الملف أتقدر على إطلاقه بكفالة؟ أخذت أندرسيتو باكرا إلى المدرسة كاندي. أجل ميتشي. رفض الذهاب فأقنعته، مسكين، الصدمة قوية عليه. اسمعي، ماذا ستفعلين بأغراض مانويل؟ تستطيعين إعطائها لمن تشائين أنت. لتشوبس، الرجل في حاجة ماسة، فما يجنيه ينفقه على الشرب؟ خذيهم إذن، فأبي أغراضه نظيفة ولم يكن مصابا بداء معدن. وماذا عن الكرسي المدولب؟ وأيضا خذيه إن أردت، يمكنك بيعه والاحتفاظ بثمنه. شكرا عزيزتي، لكنني سأعطيه إلى تيريو صديق في توريون، يملك كرسيا يرثى لها. أريدك أن تجد شقة نستأجرها لروزاريو ولكاندي، وأن أرسيت مع أنه لا يأتي إلا في العطل. ستنتقلين؟ بكل تأكيد، خورخي لويس يريدهم قربك لتهتمي بهم بنفسك. حبيبتي، قلت لك يمكن الاعتماد على فيلوغونيا. صحيح دون فيلو، هناك بناية قرب الحي فيها شقق كثيرة شاغرة للإيجار. حتى في المبنى حيث نقيم، فالذين أخذوا مكانكم طردوا لأنهم لم يدفعوا الإيجار. يا إلهي لا، فالمكان سيء جدا. يمكن تحسينه، تطلينه وتجددينه، عشت فيه طويلا. لا أريد شقة لي، أنا لا أمانع أبدا بالعودة إلى شقتنا. المشكلة مع أختي روزاريو، أكيد سترفض الانتقال من هنا. لا تأبهي لها،
فهي أبدت كرهان للشقة هنا أيضا. لا لا، أفضل شقة كبيرة لأتجنب المشاكل مع روزاريو. كما تشائين، سأهتم بكل أمور المنزل. ودروسك؟ يتسع الوقت للدرس والاهتمام بالمنزل. ومتى تبدأين العمل؟ لا يجب أن تخافي علي، سأبدأه يوما ما وسأعطيك نصف ما أجنيه. هل أنت غبية كاندي؟ راتبك لك. لا يجب أن تقبلي، أريد أن أكون أختا لك. أنت كذلك كاندي، لطالما أحببتك كأختي. وتعرفين سيدتي فيما يتعلق بقضية إطلاق، لكن على الأقل حاول تخفيف عقوبته. آسف سيدتي، لكن الأمل ضعيف جدا. حقا؟ المسألة ليست بسيطة، كان الشاب طليقا بكفالة عندما أوقفته الشرطة وواجهها. أجل أجل، هذا خطر، لكن سأبذل قصارى جهدي، لكن الأفضل أن لا تأمل كثيرا. لا تحزني أستاذ، أريده طليقا كي يصطلح. أشك بذلك سيدي. لماذا؟ لأنه من أصحاب السوابق، فمن اعتاد الرذيلة يعود إلى سلوكه. ولكن تعرفين، لكل قاعدة استثناء، وهنا نواجه هذه القاعدة، فلنأمل أن يكون غيرمو مونيوس هذا الاستثناء. بإذن الله سيد مولينا، بإذن الله. روزاريو. نعم سيدي. هل حضرتي إلى مكتبي؟ في الحال. نعم سيدي. أولا أقدم لك تعازي. شكرا سيدي، وشكرا للإكليل الذي أرسلته. آسف لعدم تمكني من حضور المأتم، فقد كنت مسافرا برحلة عمل. لا بأس سيدي، شكرا. وأختك ميتشي كيف حالها؟ إنها مفجوعة، يمكنك أن تتصور. أجل المسكينة. اسمعي روزاريو، أردت إبلاغك أن الرحلة أصبحت وشيكة، معي بطاقات السفر والحجز في الفندق وكل شيء أصبح جاهزا، أتفهمين قصدي؟ نعم نعم سيدي. وأحتاج إليك كسكرتيرة. أنا سيد أردني. وأريد من شقيقتك ماريا مرسيدس أن ترافقك. Ya sabes que tu hermana no te va a dejar sola. Por eso se me ocurre que ella te acompañe para que puedas conservar tu trabajo. Además el viaje les va a servir de distracción a las dos. Les hará olvidar. أنكم الأحزان. هل ستبحثين الأمر معها؟ نعم دون سيباستيان. واحرصي على إقناعها، العرض يناسبك جدا. اطمئن يا سيدي. حسنا هذا كل شيء، عودي الآن إلى حالي. رحلة الشاطئ هذه ستكون ممتعة.